يبحث عن العرضية، الكرة ما زالت تعود من جديد، رودري أمام لاعبين بإمكانه أن يمر، مر تقدم وسدد كرة، الله، وهو كذلك هذه هي الإعادة. وغدا الغد في الأول للنادي العربي، شوف الكرة، شوف التمريرة، لم يكن متسللا، استلم، كان أمام لاعبين لكنه قرر أن يمر، أن يتقدم، التسديدة التي اصطدمت بأحد لاعبي أو مدافعي نادي دحيل وغيرت اتجاهها، وبالتالي وصلت إلى المرمى وأعلنت عن تقدم النادي العربي بهدف المباراة الأول. 1-0 لصالح النادي العربي. يأتي الهدف الأول